طيب تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي لمباراه مودرن فيوتشر والزمالك، ونطلع فاصل ونرجع بقى مره تانية مع المحلل الرياضي اسلام علي. كلام كتير جدا عن الفنيات، كلام كتير جدا عن التكتيك في المباريات خاصه في الدوري الممتاز لكره القدم. نشوف المؤتمر الصحفي ونرجع لكم تاني. الحمد لله، ماتش مهم جدا زي ما اتكلمت قبل كده بره مع القنوات، اللي احنا في ماتشات كده بتبقى محتاجه تنقلنا نقله كبيره جدا. ماتش فيوتشر كان من الماتشات دي، لا قدر الله حصل دروب ولا حاجه كان بيبعدنا شويه او بيخلي ترتيبنا اللي هو مش مكاننا اللي احنا المفروض نادي الزمالك يبقى عليه. اي نعم ان احنا ترتيبنا كان ال 11 قبل المباراه، لكن فرق بيننا وبين المتصدر مثلا ستة بونت تقريبا يعني، او حاجه كده يعني. فعشان كده الماتشات اللي زي دي الثلاثه بونت فيهم مهمين جدا. يعني ال 11 بونت دول خلاص يوصلونا اللي احنا قربنا جدا من المراكز المتقدمه يعني، او المربع الذهبي. وده برضو مش مكان نادي الزمالك، نادي الزمالك اذا كان موجود في اي بطوله فهو بيلعب على البطوله. فاعتقد ان احنا شغالين على الهدف دوت يعني، احنا واللعيبه وفي ظهرنا مجلس اداره، كل الناس بتشتغل عشان تسعد جمهور نادي الزمالك ونبقى في مكاننا الطبيعي ان شاء الله. اقول لحضرتك انا بس الغرض منه مش اللي هو ينقل المباراه، الغرض منه اللي حضرتك قلت عليه ان انا اريح شكلي، مش اللي هو ينقل لي نقله الشيكابالا يشتغل 13 دقيقه 14 دقيقه. فانت الغرض الاساسي من اللي شيكابالا قاعد جنبي اللي هو مش عايز عشان يغير لي ريتم المباراه. زي انا على قناعتي اللي هو شيكابالا لما يبقى متواجد معايا من البدايه فرصته بتبقى اكتر اللي هو يخش الجيم، لكن انا الهدف الاساسي اللي هو راحه شيكابالا. القرار بتاع وقف اللعيبه ده حاجه تخص مجلس الاداره، مش حاجه فنيه يعني. لا يعني بقى يعني على مجلس الاداره اللي ياخد فيه قرار برضه حتى بعد انتهاء فتره الكيف الايقاف يعني. لكن بالنسبه للكلام مع اللي ما نزلوش يعني، انا كنت بتكلم مع ما نزلوش لازم اروح لعلاء ولازم اروح لناصر ولازم اروح لحاتم، وانا اتكلمت معاهم قبل بس مع التيم كله، لان انا في وقت من الاوقات انا بختار لك امتى تنزل. فدايما حسابات كل الناس بتبقى عايزه تشارك وكل الناس عايزه تبقى موجوده، لكن بيبقى حساباته غير حساباتي انا بشكل كبير جدا، لان هو شايف اللي هو مثلا سين مش موجود يبقى عليا الدور. لا انا مش بفكر كده خالص، وبالتالي هم لعيبه كبار فلازم يبقوا فاهمين انا بفكر ازاي، عشان انا ما بحبش حد يبقى بعد الماتش متضايق او زعلان اللي هو ما لعبش. لازم افهمه انت ما نزلتش ليه، وتوقيتك امتى في اللي انت اذا كنت انت في الرجوع من المصابه او سليم، وهتبقى موجود امتى في بعد كده. لا يعني بيشتغل في بخط متوازي مع الناحيتين على اساس انت بتشتغل مع فرقه كبيره يعني. اللي بيشتغل مع فرقه كبيره بيبقى عنده ارتاحيه في ان مثلا اجيب عمر ناحيه اليمين او اجيب عمر ناحيه الشمال. فاذا كان اوباما بينزل في نص الملعب او بيلعب تحت الفيرود صريح او بيلعب شادو ستراكر، فالفرقه الكبيره دايما كده بيبقى في عناصر بتحل لك المشاكل اللي عندك، وده بيبقى لعيب مهم جدا بالنسبه لي. فده بنتعامل معاهم بشكل فني الحمد لله، على اساس الاسهل حاجه بقدر اوصل لهم عشان ما اطلبش منه حاجات كتير يهنج مني يعني. فبحاول اطلب منه ابسط حاجه وما اطلبش منهم حاجه كتير، على اساس الحاجه او الحاجتين اللي بطلبهم منه يعملهم لي مثلا 70 80%. مش مستحيل لو طلبت منه 10 حاجات هيعملهم لي بنسبه 70 80%. فبختار اولوياتي في اللي انا في الطلبات اللي انا بشتغل عليها في الناحيه الفنيه حاجه او حاجتين عشان اخد منه احسن حاجه بيعملها. فده بالنسبه للطلبات بتاع او الشغل اذا كان نفسي ولا فني مع اللعيبه. مصطفى شلبي انا كان المفروض اللي هو مع الدكتور اللي هو قرب اللي هو ينزل، لكن الكلام ده طبيعي يا جماعه، لما يبقى في مثلا حاجه بيبقى عنده مثلا مش عارف مش فقير في الناحيه الطبيه يعني، لكن لما يبقى في شرخ اجهادي مثلا من غير ما حد يخش عليا ولا الكلام دوت، من غير ما يبقى مثلا عنده من كتر الجري بيبقى في شرخ اجهادي مش باين،
فالحاجات دي طبيعية جدا، مش عايز تاخد أكتر من حجمها. دكتور محمد أسامة دكتور كبير جدا ما شاء الله، بيشتغل بشكل هايل مع الولاد، وده بيحصل في أي فريق. لو أنت مثلا تبقى أنت خلاص نازل على يعني واخد ميعاد اللي انت قربت تنزل، وتلاقي حاجه تانية اللي ايه بنت لك، او الاصابه اللي اتكررت تانية، او ما لحمتش بشكل شبه كامل يعني. فالدكتور بيبقى مش عايز ياخد ريسك على نفسه ويديني اللعيب بدري. لو اداني اللعيب بدري ما ممكن يتعور تاني، يخسره بفتره اطول. فدكتور محمد اسامه شغال على ان هو لو اداني لعيب لازم اسلم 100%، وانا بطمنكم يعني الدكتور محمد اسامه شغال على اكمل وجه مع الفريق يعني. هو حس بشويه دوخه بعد اللي انت عارف الخبطه في ال لا, لا, لا ما اعتقدش يعني، ما مش, مش 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 متاكد قوي، لكن هو كان عايز ينزل. فبرضه زي ما قلت في الكلام اللي قبل كده، دكتور محمد اسامه شاف اللي هو مش سليم 100% او في سن الدوخه، ففضل ان احنا ما يكملش، لان كان برضه فاضل دقيقه، فمش هنخاطر بيها عشان خاطر دقيقه يعني. يعني عندنا يوم زياده شويه خطير يعني، ان شاء الله نقدر نريح الولاد باكمل على اكمل وجه، على اساس برضه قفلنا باب بقى الدوري، ونبتدي نركز في الكونفدراليه، لان احنا برضه عايزين نرجع في الكونفدراليه، اللي احنا مش نمشي على سطر ونسيب سطر يعني. فان شاء الله نركز على الماتش سوار الغيني، على اساس يبقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه، يبقى 6 بونت، نبقى ماشيين كويس في الكونفدراليه ان شاء الله. ما كانش يومنا النهارده، لعبنا بشكل سيء، ما لعبناش بشكل كويس في الملعب، فلعبناش نكيل كماش ترينامش، وضيعنا كتير جدا، واهدرنا اللي احنا الفرص اللي كانت متاحه بالنسبه لنا اللي احنا كنا مترنين عليها خلال الفتره اللي فاتت، وباسي وجو فيرتيكال، ان احنا كنا بنلعب بشكل امامي، e perdemos muito espaço, muitas vezes perdemos a bola. O que nós الكوره بشكل كتير جدا بشكل مبالغ فيه. Foi jogo que não foi dia bom para nós, foi mal. كانش يوم كويس بالنسبه لنا، perdemos sofremos 2 gols num penalti. استقبلنا هدفين، كان هدف منهم ضربه جزاء. E num canto muito penso que muito estúpido da nossa parte. كان عدم توفيق من الدفاعات بتاعتنا النهارده، كان غياب وعي تماما في الدفاعات بتاعتنا. مش نوش جامش كنت في كنتر، لكن احنا لعبنا في وقت من المباراه باثنين راس حربه. ماشي. يا صاحبي كي para jogar com dois pontas de lança. عشان نلعب باثنين راس حربه. Tu tens que ter outro tipo de equipa. لازم يكون عندك. Nós jogamos os últimos tempos porque fizemos um futebol quase direto. انت هتعتمد عليهم. احنا في نهايه الشوط الثاني كان عندنا اللي هو روح من التضحيه. اللي احنا عايزين نعمل اي حاجه عشان نعوض التأخر في النتيجة. Quando substituímos, quando tiramos um jogador de posse para pôr um jogador de agressividade ofensiva no 9.5. Ficamos com 9 e um 9.5. E احنا غيرنا نص ملعب وكذلك جناح علشان عايزين نخلق فرص هجوميه اكتر بالنسبه لنا قدام. Se nós dermos como demos no final dois pontas de lança a eles, só que eles querem, porque eles têm defesas muito fortes. واحنا اضطرينا ان احنا نلعب باثنين راس حربه. Não foi por isso que a gente perdeu. علشان الدفاع بتاع نادي الزمالك قوي جدا، واحنا كنا بعض الشيء كنا عايزين نخلق ثغرات في نهايه الشوط عشان نقدر نسجل منها. Eu enquanto ele estiver aqui conosco, se ele justificar jogar, joga. Eu não tenho nada a ver com isso e tampouco alguém me disse que o Álvaro Kamal vai sair. Sei porque hoje a imprensa e as pessoas a falarem, mas ninguém me disse o Álvaro Kamal vai sair. Como ninguém me disse em concreto que o Álvaro Kamal vai sair, a gente aproveitou até o último minuto que ele estiver aqui. وعايز يقول ان الامر ده ما يخصهوش، يخص مجلس الاداره. تمام. هو مع عمر لما جه هنا كان عمر كان موجود وبيلعب، بيطلع كل ما عنده، كل دقيقه بيلعب معانا بيساعدنا والكلام ده كله، لكن هو يتمنى ان هو يكون معاه موجود لحد اخر دقيقه